السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة بروفايل على قناتكم قناة نيوميديا تي في. ضيف اليوم وليد سطوالي، يلعب الجومبري، يعشق القناوي، واسمه معروف حتى قبل ما يزيد، هو مشهور والاسم تاعو مشهور. مرحبا بك أمازيغ كاتب. الله يسلمك، صحيت. نقولوا أمازيغ كاتب سولو ولا أمازيغ كاتب قناوة ديفيزيون؟ كان لي دو، كان مع قناوة وكان بلا قناوة. جيستومون حبيت كان في الاول تحكي لنا على هذا ليبيزود. هذا كنت في قناوه ديفيزيون، تفارقتوا وفي 2012 قلت لي عاودتوا شكلتوا المجموعه. علاش؟ اون فات انا كان عندي واحد البروجي سولو، كنت حاب ندير ديسك من جهتي. هذه في 2008 هكذا، احنا حبسنا في 2007، درني كونسير تاعنا سيتي في 2007. ومن بعد انا طلعت واحد لي تيتر هكذا، نوتامون كانوا دي تيتر بدي تكست تاع الشيخ الله يرحمه. وما كنتش حاب نديرهم في عفسه خشينه هكذا كيما قناوه، باسكو قناوه سي تري شارجي شغل، كاين 8 بيرسون سور سان وكلافي ولا باس ولا باتري والدنيا. وهذيك الخدمه هذيك كانت محتاجه حاجه شويه خفيفه، ستادير بلوس لي انسترومون اكوستيك، الموندول، البانجو، القمبري، لي بيركسيون. دونك درت هذا البروجي هذا اسمه مارشي نوار، درت به واحد 3 تورني حتى ل 2012. ومن بعد في لا تورني اللي درتها، لا ديرنيير تورني اللي درتها بالالبوم سولو تاعي، عاود تعيط لي زونسيان ميوزيسيان تاعي تاع قناوه، باسكو كنت حاب ندير، باسكو مع الاول الريبرتوار تاعي تاع مارشي نوار سيتي ان ريبرتوار كنا نلعبوه فيه خمسه، افيك دي جي وكلافي وبانجو موندول وقمبري، سيتي سامبل وبركسيون. بون جي في واحد دو تروا تورني هكذا، ومن بعد جافي بوزوان نخشلو هذاك، فهمت، جافي بوزوان دو بلوس دو سون سيغ سان باش تبدل ثاني الرفيه، باش تعاود تولي فريشكا هذيك العفسه. دونك عاود ديت معايا لي ميوزيسيان تاع قناوه، اي ناتورالمون مع الريبرتوار اللي كنا ندورو فيه كي تي مون ريبرتوار، بدينا نعاودو ندورو لي زونسيان مورسو تاع قناوه، بيسكو اون ايتي براتيكمون كاع لي مومبر تاع قناوه. يعني شافي في 2010-2011 كانوا معايا باس باتري تاع قناوه، كان معايا الموندول بتيموح، كان معايا عميمر البركسيونيست، و ان كلافي سي با نيمبورت كي كوم ميوزيسيان. وي ديجا سيتي لو بيلي تاع، ستادير كيفاش يقولوا le noyau, c'est le noyau, voilà. Ça c'était Gnawa Diffusion qui est معايا sur scène. Donc naturellement on s'est mis à rejouer du Gnawa Diffusion. Ou hadi jib hadi hatta قلنا bon علاش حنا دوكا ما نعاودوش نديرو البوم، بيسك رانا مجموعين، بيسك عاودنا تجمعنا، بيسك ما كان والو بيناتنا، ما كان لا بروبليم لا والو، تفارقنا على خير، نقدروا نعاودوا نوليو نخدموا مع بعض. سي سكي سي باسي. دونك في 2011 ابوبري خدمنا على البوم جديد اللي اسمه شوك الحال، وخرج في 2012، فان 2012 في نوفمبر وقيلا خرج. ومن بعد درنا كلكو تورني على الالبوم. ومن بعد انا زادو عندي دراري ثاني، زادت عندي طفله، اون فات كان عندي ديجا ولد، زاد في 2010، ومن بعد زادت عندي طفله في 2012. دونك يفالي سو ديسبونيبيليزي ثاني لا فامي، يفالي نريح شويه معاها نشوفها كيفاش تكبر وكيفاش نورمال. اي فوالا، دونك سي سا سي ان بو ديسباتشي بين لا في دو فامي، لا في ارتستيك، حاجه طبيعيه نورمال. كل مرحله في الحياه تطلب ان اميناجمون جديد. نخرجوا من قناوه ديفيزيون نعاودوا نولوا لامازيغ كاتب. انت شخصيا صعيب تحمل اسم كاتب؟ نو، على بالنا بلي الوالد ياسين كاتب، يعني سي ان اكريفان اكسترااوردينير. دي فوا لي فيس دو يقول لك فوالا ايزون دو مال، يعني ثقل. مشكل، ماشي مشكل، يعني عبء انك تحمل ثقل. اسم كيما اسكو امازيغ كاتب كان عنده هذا الاشكال؟ ماشي بكل إشكال. صراحه، يعني بكل صراحه انا عمري ما كان عندي اشكال في من هذه الناحيه هذه، خاطرش انا مانيش كريفا، مانيش كاتب، انا مغني، مانيش نخدم في الحرفه تاع بابا. باريزوم كون جا بابا مغني وانا مغني، بالك نحس بالثقل، باسكو الناس يقارنوا، يقول لك بابا يغني خير منه ولا مي سوناري نافال، نكتب دي شونسون ويكتب دي ليفر ويكتب لا بويزي. هو كان في تاني، كان في واحد الكومبا واحد اخر، كان في كومبا كونتر لا كولونيزاسيون، الدنيا الاحتلال الاستعمار، سيتي ان اوتر كونتكست. دونك فريمون هو عنده ليبوك تاعو وانا عندي ليبوك تاعي، وكاين بيان سور كاين الناس اللي لقاو علاقه بين الخدمه تاعو والخدمه تاعي، وما انا نلقاها العلاقه، باسكو انا هو اللي رباني، هو اللي مد لي برانسيب تاعي، هو اللي قراني وشنو هي الطوره. سي ان هيريتاج لور بيان سور، سي ان هيريتاج لور، مي سي با لور او سونس دان فاردو، تي بو افوار ان هيريتاج لور اي لو ديبوزي. مسؤوليه، مسؤوليه بيان سور، ما تقدرش تروح دير، انا ما نقدرش. كي تكون وليد كاتب ياسين عندك مسؤوليه مهنيه اخلاقيه، ما تقدرش دير نابورت كو، باسكو بابا ما علمليش هكذا الفن، بابا علم لي فن ملتزم وديما في اطار مقاومه، يعني ما كاش
ما كانش خدمه فنيه اللي قدمها الشيخ الله يرحمه اللي ما كانتش خدمه سياسيه وفنيه. يعني ديما كاين الميساج وراء الفن، كان ميساج سوا سوسيال اجتماعي سوا بوليتيك سوا. قريت لي الاسئله تاعي؟ لا لا ما قريتش والله، لانه كان طرح لك هذا السؤال. انت تفضل يقولوا عليك مغني ولا فنان ملتزم ولا فنان توكور؟ انا جو بريفير يقولوا عليا فنان توكور، باسكو فنان ملتزم ما كيما يحبس على بالك. استادير الفنان يقدر يكون عنده وعي اللي يمكنه باش يكتب حوايج ولا باش يقول حوايج ويعبر على حوايج، هذه حاجه داكور. بصح انت كي يغلقوا عليك في حاجه يسميوها الفن الملتزم، راح يصرى لك كيما جون باز، كيما صرات بوب ديلان. استادير غلقوا عليهم في واحد العفسه وين ولا التكست بلوز امبورطون على الموسيقى. دونك الناس فقدوا الناحيه كيفاش الفنيه و استادير لو كوتي فيزيك دو لا ميوزيك، لو كوتي دانس، لو كوتي فيستيف، تما تعش طيح الموسيقى يعني مخدومه لش طيح نورمالمون. دونك انا مانيش حاب نقتل لاسبي هذا فيزيك دانس ميوزيك بور بالديسكور، تما كون حبيت فريمون يعني تمزج ما بين الاثنين. اي فو لي دو، لازم لي دو تريك. داير كي تشوف ان بوبليك، كي تشوف جمهور مسكون بالموسيقى وفاهم الكلام، تما تفهم فري وشنو القوه تاع الجمهور، باسكو راهو عايش كلامك فيزيكمون بالجسد، يعني ماشي برك فهم انتليكتوال، ماشي غير فهم هكذا. با دو ريتم بارك ماشي غير ريتم وحده ولا عفسه ذهنيه وحدها. نون كاين يا لي دو تروك انسومبل، تسمى سي فيزيونال. سي اونكور بلو فور، انا بور موا سي بلو فور. باسكو ليكسبيريونس تاع لي شونتور انجاجي، ان نوز ا مونتري كو ا ان مومون دوني يا يو اون كومبيتيسيون انتر لو تيكست اي لا ميوزيك، لو تيكست سي مي ا توي لا ميوزيك. دونك ما قدروش يخرجوا من هذاك ليتيكيت. نون، مي باسكو سي لو كوميرس لي انفيرمي، باسكو لو سيستيم كوميرسيال تاع الموسيقى او كيما سيستيم كوميرسيال تاع الحميصه وتاع الجلبانه سي باغي، استادير هما قاعدين يبيعوا داكور. دونك باش يعزلوا ان برودوي اللي جينيهم ولا اللي ما يدخلهمش المصروف، يعزلوه في واحد العفسه اللي تولي ما تانتريسي حتى واحد. في قجر. قجر فوالا، ان تيروار ولا ان باك. اون ايتيكيت. اون ايتيكيت فوالا. اي موا جو بريفير با افوار دي تيكيت، باسكو انا نحب نشطح الغاشي ونحب الغاشي كي يزهى، ونحب نشوف انا الشعب تاعي كي يكون زاهي. انا هكذا نحب الجزائر، نحبها هكذا، نحبها مزركشه وحيه. صح، نروح نشوفوا السيره الذاتيه تاع امازيغ كاتب ونعاودوا نولوا. يلا. صح. أمازيغ كاتب، مغني وكاتب أغاني. ولد في 16 سبتمبر 1972 في مدينة الطوالي بالجزائر العاصمة. هو ابن الكاتب الكبير كاتب ياسين، مؤسس الأدب الجزائري الحديث وصاحب كتاب النجمة. أمازيغ كاتب نجح في تقديم موسيقى مزجت بين الغناء التقليدي الإفريقي كيما القناوي الشعبي والراي، وأنواع موسيقية عالمية كيما الهيب هوب والروك. انتقل إلى فرنسا في عام 1988. هو مؤسس وأحد أهم أعضاء جروب غناوة ديفيزيون اللي ظهر في عام 1992. في 2009 أطلق أمازيغ كاتب أول ألبوم سولو له، مارشي نوار. في 2010 عمل على إحياء مسرحية لوالده كاتب ياسين بعنوان محمد برونتا فاليز. من 2005 ل 2010 شارك في تاغناويتود دوكيمونتير ميوزيكال مع المخرجة بن حمو المدني. أمازيغ هو الفنان الحر الثائر والحساس في نفس الوقت، هو اللي جعل من الفن وسيلة للكفاح ومناهضة الظلم. خمسة وعشرين سنة كمان تاع مشوار فني. اه 92 كاتب أمازيغ استعقل ولا مازال كيما انا عمري ما كنت هايج. كان بزاف الناس عم بالهم انا هايج، بس انا مانيش هايج فري تاع الصح فري. لا لا، خطر انا شفتك في كونسير. قلت لهم حبينا نولوا هكذا ما لا ولينا هايجين. ايه باوي انت استعرفت بلي ما راكش عاقل. نو استادير قلت ما خلوناش نولوا عاقلين، ما هذوك نولوا هايجين. ايه بيان سور، ما تخليش الشوا للناس باش يكونوا عاقلين يوليو قباح، سي نورمال. هذا هو الشيء اللي راهو صار لنا، باسكو حنايا نحاولنا لي بيبليوتيك، نحاولنا لي سينما، نحاول كاع الافايس اللي كانوا يديروا ثقافه في الجزائر. دونك الجزائر دورتها عنف، ودوكا راهو كاين واحد العنف في هذا المجتمع شغل انكرويابل. علاش هذا العنف؟ علاش الطفلات تكون تجري في رمضان قبل الفطور ولابسه حجاب، علاش يضربوها ويشمتوها ويسبوها؟ وعلاش هذيك الطفله كي تروح عند الجدرميه كشكي يقولوا لها علاش كنتي تجري انت؟ شكون قال لك روحي تجري؟ سبحان الله، هذه ماهيش سياسه اللي تدي العنف، ماهوش وضع اللي يدي العنف. يعني انت تندد بظواهر اجتماعيه. بيان سور، باسكو بصح كاتب امازيغ
اللي ما ولاش يعيش في الجزائر جيل الجزائر مازال يحس بالحقيقه والوضع تاع المجتمع تاع الشباب تاع كذا. يعني اسكو يا با اون ديستانس ما بين كاتب امازيغ دوك اللي راهو عايش في المهجر؟ يا توجور اون ديستانس بيسك انا بديت الموسيقى في فرنسا دونك انا ميم لي برومي ديسك تاعي لي برومي البوم اللي سمعوهم لي الجزائريين اي سو سون ريكوني دودون بيسك الله يبارك الجمهور قدامك هو لا بروف بلي هاد الهضره هادي تقيسهم اي با كنت ديجا في الخارج صافي دير العلاقه اللي عندي مع بلادي هاي من بكري هاي هنا شغل الموضوع ماشي حاجه ماشي حاجه ستادير مانيش اون كونتاكت اون موا بارون مع الجيري انا ديما اون كونتاكت مع الجيري تسمى على بالي واش كاين ونشوف الحراقه يلحقوا ونشوف الناس اللي يحبوا بلادهم وكيتاوها تسمى مانيش نشوف غير الوضع الجزائري داخل الجزائر راني نشوف ثاني الجزائر برا راني نشوف ثاني الجزائريين كيفاش يعانيوا برا انا نعرف ناس حراقه باغ اكزومبل في فرنسا عندي واحد صاحبي حراق يكتب دي تكست سيد جاب فلوكه الفلوكه هذيك بناوها هما صافا دراري تاع القاله والدنيا داروا فلوكه وشراو موتور وحرقوا داكور لحقوا الايطالي ومن بعد ريسكاو الدنيا هذا لقى روحو في غرينوبل بدا يخدم لي تكست كاع اللي يكتبهم على الجيري ولي تكست كاع اللي يكتبهم والله العظيم غير تحلك الدمعه على الجيري جامي شفت بنادم يحب بلادو كيما هذاك السيد بورتون هذاك كيفاش هرب هرب بالقارب خويا هرب برادو بناوه هما بيديهم دونك فو با تغلطو اسمح لي فو با نغلطو الناس فو با نغلطو الجزائريين بهذه القضيه هذه خاطر كان بزاف لي ديسكور وين اون دينيغر لي الجزائريين اللي هربوا ولا الناس اللي راحوا عاشوا لهيه صافي دير اللي راهو عايش لهيه ما راهوش موا الجيريان كو اللي راهو عايش هنا سي با باسكو راح كو الهويه تاعو راحت كو ما راهوش معني بالامر كو ما راهوش يحس واش راهو صاير انا بالك لو فات كراني عايش في فرنسا كل ما ندخل الجزائر نحس انت قلت باللي انت ولد الشعب يعني خارج من الشعب وجاي من الشعب علاش قلت الكلمه هذه يا كيك شوز ابروفي او نو يا يا دابور لو فات كو انا جو فين با دو لا بورجوازي جو سوي با ان انفون دو نانتي انا بابا عمرو ما كان عنده شوفور من عند الدوله بورتون بروبوزاو له دي شوفور بروبوزاو له ميم دي فيلا والدنيا بصح جامي الى جامي اكسبتي ديما انا ديما عشت مع بابا في دار مكريه انا بابا جامي ملك داكور بابا ما كانش مالك والو صافا خلى لي الكوارت انا بابا خلى لي الكتابات والكوارت دونك حنا ماناش فاميليا تاع ملك وماناش فاميليا تاع دراهم وفاميليا تاع تشيبات وكراسا والدنيا خاطينا هاد الفايس فوالا هذا ما كان سي بور سا قلت انا ولد الشعب لا قلت لك قريت لي الاسئله باسكو السؤال اللي جاي كي قلت جو فيان با دو لا بورجوازي نو انا عندي سؤال ربما شويه محرج ليك البعض يقولوا باللي كاتب امازيغ تشيتشي تاع غرونوبل بصح هذا اللي قالها هو تشيتشي تاع شرشال دونك اون بليس تشيتشي تاع شرشال بوحي ماشي مام با تشيتشي بوحي تعرف شنو بوحي بوحي سيتي الناس اللي ما عرفوش يلبسوا في زاني 80 دونك انا البوحيه ما نهضرش معاهم هاد الناس هادو ما نهضرش معاهم باسكو ديجا ما كان حتى ديسكور ما كان حتى بروفوندور وما عندي حتى علاقه مع هاد الناس ستادير باغ اكزومبل هاد السيد هذا انا خدمت معاه غنيه غراتويتمون على ليبوك دار غنيه ومن بعد راح استعملها في لي زيليكسيون بريزيدونسيال بلا ما يقول حتى واحد حنا رحنا شاركنا زعما باسم الجزائر والروح الوطنيه والدنيا ومن بعد عشينا حنايا غنيه بور لي زيليكسيون اي با هادي بور موا سي ان ترافاي دو تريتر سي ان تروك دو تريتر سا سفي با صح نشوفوا رايو هو في هاد القضيه نسمعوا ان بوتي تيكستري بيسك كان هنا جالس ما عندوش بزاف في نفس المكان وتطرق في الحوار لهذا الموضوع هذايا نشوفوا الراي تاعو والرد تاعو ونعاودوا نقولوا كاتب امازيغ امازيغ كاتب هذا يعني ان ديفيرون معاه ماشي انا هو سبون انت ثاني كلاشيتو بعزيز كلاشيتو كيفاش كلاشيتو نو انا درت غنيه نضحك هكذا واحد قلت عليه باللي تشيتشي شامي انا وين قلت انا ما عنديش تشيتشي دو غرينوبل جاي يغني القناوي لا لا ما قلتهاش هذا جامي قلتها هو شنو كتبت في واحد الغنيه نضحك انا غنيت على يدي غنيتها راك تشوف شاب خالد يقولوا تقبلها مليح بون مي هادو انا ما عندي علاقه مع هذا انا ما نحب الناس سيت ان موفمون ما عندي علاقه معك كان صديق وجبتو اول ولا يشفى بلي انا جبتو الجير مون امور وانا خدمت الموسيقى تاعو الجير مون امور وانا نقولها في صافتي بيزو هكذا ملت ما تفارقتو ما كان معايا صديق ما تفارقت معاه انا ما هي اون كونفلي ولا شنو انا نشج واش صرا بيناتكم مادام رانا نهضروا على الصراحه سانسيرمون انا ما عندي حتى مشكل معاه هو خطره شتمني في حفل سجلوا ولا شتمني
عباليش علاش. هو اشتمني مع البوبليك، انا زعما اشتمته لان كتبت غنيه نضحك، انا كتبت غنيه وما عجبتكش غنيه تاعي اكتب غنيه وضحك، ولا عندك فن انت تعرف تكتب اكتب، انا ما عندي حتى مشكل معاه. وشنو هو سبني قال انا حمار ولا ما بايش في الميكرو، وجابوا لي التسجيل وكاين التسجيل. سي با اون لوت بين دي زارتيست شكون لو بلوس روبال، باسكو هو ثاني راهو في هذيك لا تغني على زطلة روبال. روبال كي كان يضرب الرصاص خلينا من الهضره، تقول نديروا زطلة في الجامع وفي باب الواد هذه روبال، سي سا روبيليون تاع الجزائر يكونوا صراحه فور سي فور بصح موتو فما. وين كنت انت؟ كنت في غرينوب. هاي برك هنا دوك نهضروا الحق، تحبوا تسخني ما تسخني. هادو يقولوا غوبال، واش من غوبال؟ يخدم مع وزاره الثقافه عام كامل يقول لي غوبال. شكون يخدمهم في الجزائر هادو كاع وزاره؟ انا كاش نهضر سبيكتاك مع وزاره الثقافه ولا ان سي؟ روح شوف. وقتاش انا درت كونسير مع الان سي ولا مع وزاره الثقافه؟ على حساب قوله هو اي بصح هو ينكر، هو قال هادي تشيتي تاع غرونوب قالها في واحد ليميسيون. كيس كي سي باسي ريالمون؟ لا انا ايكوتي لا فيرسيون تاع بعزيز. دونك نقول لك كيس كي سي باسي ريالمون، اون فاي ايكوتي لا فيرسيون دو كاتب بعزيز. هو يبارل دون شانسون قال كنت نضحك، هو يضحك على كاع الغاشي داكوغ. انا لومور تاعو ما عجبنيش باسكو الى سيتي لا شانسون تاع اومبريل وين نقول جو فودري اتر ان فوتي دون سان كوافير بور دام، دورها اي فودري اتر ان فوتي دون سان كوافير بور هوم. تما رانا داخلين النازعه غرقن، ما راكش غير سبيتني راك تما، هذا ماشي لومور، هذا الشتم. دونك انا يا جلي تريتي دو حمار وي بيان سور، طلعت شرسان وقلت لهم داغيول، هذاك داغيول حمار باسكو سا سفي با. انت الا كنت فنان وتحترم الفنانين ما تشتمش هكذا، تو بو فير دو مور، تو بو فير دو لا باودي. لا دوزيام دي شوز يقول باللي كون جيت نعرف نكتب ونكتب له اغنيه باش نجاوبو، علاش هو يستاهل اغنيه؟ يستاهل اغنيه هذا السيد على كلامه؟ ما يستاهل لا اغنيه لا والو. انا سي بون كان الاستخبار جافي اونفي نرجع له هذيك هذيك العفسه تاعو خلاص دوكا ما جني. يا يو ان كلاش ان كونتر كلاش سي باسي. هو قاعد يهضر على وزاره الثقافه، جامي خدمت انا مع وزاره الثقافه. لا سول فوا وين وزاره الثقافه استقبلوني هنايا سيتي في البان افريكا، سي لا سول فوا وين جيت لعبت بور المينستر دو لا كولتور، هذا ما كان سي تو. سينو هادي تاع خدام عام كامل مع وزاره الثقافه مكش منها، هادي تاع زطله في الجوامع باش من جابها، حروا زطله في الجزائر ما على بالش من جابها، باسكو نروحوا لجامايكا نجيبوا زطله يغنيها تاع ستاد. دونك هو تيتي ما عرفش الشعب، باسكو انا كبرت ورا 5 جوي، انا لي بيوت كنت نسمعهم قبل ما يجوزوا في التلفزيون كنت نسمعهم. دونك الغناء تاع ستاد حافظوا، وهاد الغناء تاع ستاد ماهوش من با كلامي. دونك هو يدينيغ لا جونيس الجيريان والغناء تاعها يدبر راسو. بصح انايا بيرسونيلمون يا خويا انا جو بريفير ستايليه تاع الجي ولا هاد العقليه الحبسه. نروحوا الفاصل. نعم. ونعاودو نولو لحوارنا الشيق مع أمازيغ كاتب، قعدوا معنا كاين ثاني مفاجآت في الجزء الثاني. مرحبا بكم في الجزء الثاني من حصة بروفايل، الحصة اللي تستضيف المشاهير. ضيف اليوم كما قلنا في الجزء الأول مغني قناوي يلعب القنبري، اسمه مشهور وراه معنا هنا قاعد في مكان الضيف. مرحبا بك مجددا كاتب أمازيغ. كنا طرقنا لبعض المواضيع في الجزء الأول، هدرنا على الديبيوت كارير، هدرت على العلاقة مع الأب، نعود نقولوا لها في ختام الحصة. كنت هدرت على مشوارك الفني، نروحوا نسمعوا ربما أنيكستري كان فاجئنا، لأنه على بالنا بلي كاتب أمازيغ عنده لا فورس دي مو، وكي سمعت هاد لا نوفيل توندونس قلت pourquoi pas c'est une tendance مليحه نسمعوها ونعاودو نقولو. سا سي لو واي واي. جيم بيان مو انا نحب الراي. انا بيزار نحب الراي صح. ما كناش نستناو مثلا كاتب امازيغ اللي هو يعني يفي لي فور ديكريغ دي تكست، يكتب كلمات عندها معنى عندها عمق، عندها يقول على موسيقى كوميرشال كيما هذه مليحه يعني، فهمني فيها انا. انا بالنسبه لي تناقض، ونظن انه بزاف الجمهور ثاني يخمم كيما انا. كاين تناقض هي الفن
ماهوش غير كتيبه وماهوش غير التزام وماهوش غير كتيبه عميقه والدنيا كاين ثاني فن اللي هو برك تاع شطيح وتعزهو سطحي سطحي ولا تسميه كيما تحمي. كاين الناس اللي فيبريو بالراي، كاين الناس اللي كيسمعوا الراي يبداو يتباكاو باسكو يفكر لهم عفايس يقيسهم باسكو لي زيستوار دامور باسكو بزاف حوايج. دونك انا ما نقدرش يقولوا لهم يخبش لهم المشاعر فوالا يخبش لهم المشاعر. وسكي امبورطون انا عندي سي كو نشوف شعب زاهي، فهمت؟ حنا دوكا رانا في واحد البلاد وين الثقافه مقطوعه، راك فاهم شغل الثقافه ما كاش بزاف، وسورتو الثقافه الحقيقيه صادير الكتابات صادير لي موزي لي سينما ما كاش بزاف. ما ناتور الجيري انديبوندونت كاين غير لا سال تاع تاع مقام شاهد، الباقي كاع سي دي سال من وقت فرنسا ولا بليبار مغلوقين، ما كاش وحده اللي راهي تسير، فهمت شغل؟ كان يان فري ديفيسيت. دونك انت كيفاش راك راح تحقر ان ستيل لي يشطح لي زالجيريان ويزهيهم، تماك شغل راك تحقر فيهم كلكو بار الى حقرت هذا لو ستيل. لا لا بصح كفنان عندك ربما روح النقد لا كريتيك مش يا لا كريتيك، مي جو بو با كريتيكي واحد اللي يقول واي واي ولا شامبوان شامبوان جلدوش ما عنديش بروبليم مع هذا الشيء. بيناتنا واحد اللي يغني تقدر، هل تقدر تعتبر واحد اللي يغني شامبوان جلدوش فنان؟ نقدر ما عنديش بروبليم، ما عنديش بروبليم باسكو كل فنان عنده الخدمه تاعو، ميم اللي دار جلدوش جلدوش شامبوان شامبوان يحب الفن تاعو دارو بقلبو و تما جوز الوقت باش بالك دارو بقلبو بصح ماشي بعقلو، بالك ما داروش بعقلو بصح. انا جو با لا ديفيرونس بين واحد يكتب اغنيه اللي يضحكو غير هو ويسب فيها الغاشي، ولا واحد اللي يضحك يضحك الغاشي ويشطحهم وما راهو يسب حتى واحد. انا جو بريفير هادو ولا عباد اللي حاسبين روحهم انتليكتوال وديسكور مع بالي شوين وان فيت هما نيفو طاجين كعبه بقلاوه وحمام سخون سي بون فو اريتي تمسخير. انا جو سوي بور لا كولتور بوبولير اي لا كولتور بوبولير ما فيهاش غير لي ديسكور وما فيهاش غير الموسيقى العليا وما بايش واش. انا يا خويا يا اخي كان الموسيقى الاندلسيه في الجزائر، وري لي الجمهور تاع الموسيقى الاندلسيه شكون كان بعض الذواقين؟ بصح ما كاش بزاف، ما كاش بزاف صح، كاش بزاف الشباب ما يسمعش الاندلسي. علاش الشباب ما يسمعش الاندلسي؟ باسكو ما كاين حتى حاجه جديده، هي اون فيت قاعده تدور غير في التراث. ومام في الشعبي ان مومون كان هذا البروبليم سي الناس ils étaient complexés par les gros العنقه والزاهي والدنيا وهادو كبار سي فري خشان. دونك انت كي تجي تخدم بشعبي تحس روحك صغير، يعني فاهم هاد العفسه. مي لي زالجيريان علاش تقاسوا من هاد الواي واي وهاد العفسه؟ سي باسكو حاجه جديده وحاجه مطلوقه وجمون فوتيزم وصافي دير كو هاد البلاد الا بوزوان تتنفس من داك باش تنفس، ما ديرش ديسكور من داك باش تنفس دير وهذا ما كان راك تنفس، فهمت كيفاش؟ اي سي تو يلفو mettre les choses à leur place. Manish nqoul belli c'est un grand courant musical que c'est de l'art au même titre que Beethoven ou que Mozart ou là. Mais khoya ma nhqrhomch parce que rami zehou nnas. Par exemple tahkem Yassine تاع بالعباس اللي يغني الراي. هذا كان يغني en plein terrorisme. Alors les sujets تاعو كش ما سوجي كومبليكي ولا قاعد يهضر سي لي سوجي تاع الراي الحب السكرات والدنيا. Mais n'empêche que si تقاوم في وقت التيروريزم كان يلعب سيدي ريسكي كي يدخل لدارو يقدروا يقتلوه. Et ben pour moi هذاك مقاوم plus que certains engagés واللي دعاو بلي انجاجي وهما ماشي في قلب الميدان، فهمت كيفاش؟ دونك فوالا استادير سي با جوست ان ارتيست سي با كو لو كونتوني سي اوسي لو كونتيكست. نعطيك ان اكزومبل تري سامبل باش نختمو. كاتب ياسين الشيخ الله يرحمه، الله يرحمه، كيفاش تعرف؟ تعرف باسكو لا ايكري لو بروميير رومان انتي كولونيال ان بلين غير دالجيري ان فرونسي بور دير او فرونسي كو لالجيري نيتي با فرونسيز. دونك هذا الكتاب بالك كون خرج بعد الاستقلال بالك واحد ما يسمع به مالغري لا كاليتي دو ليكريتور مالغري تو سكو تو فو هي جوز انونيم كابابل جوز انونيم. مام هو قالها، مام هو قالها بداتو قالها دونك لو كونتكست اللي خرج فيه لو كونتكست تري امبورطون هو اللي لو كونتكست هو اللي يلعب ثاني دور مد هذاك الثقل تاع بيان سور يمد لك الثقل ويمد لك ثاني لونفيرونمون تاع واش تقدم انت كيفاش الناس راح تناقد البرودوي هذاك ولا كيفاش راح تسير معاه ولا فهمت سي تري امبورطون هاد العفسه. دونك سي كونتكستوال بالك الواي واي كون خرج في اون ايبوك وين الفن في الجزائر اون بلان اشعاع اون بلان ريونمون بالك في هذاك لو كونتكست توغي با دي لا ميم شوز بالك ما نقولكش لا ميم شوز باسكو تجيني حاجه تافهه بارابور لواش راه يدار. مي بور لانستون نو بور لانستون سمح لي مي راهم خدامين هوروزمون راهم هنا خويا راهم يزهيو في الشعب. شكون اللي راهو يزهي في الشعب اليوم؟ وري لي حاجه اللي تمد التبسيمه للالجيريان اليوم. ها انا درت شوف انا جيت البارح من البارح بالك شفت دو ولا ترو بيرسون متبسمين ابار لا فامي باسكو بون يعنقوك هاك جيت بصح الناس كاع مشنفه الناس كاع مديكوتيو باسكو حاجه ما سايره نورمال.
دونك انا جيني واحد يزهيني اخويا مرحبا به علاش مش بروبليم صح نشوفوا النوتر فاسيت تاع الامازيغ كاتب انت شاركت في السينما ماشي مباشره في التمثيل لكن بلي بوندانوس بالغنى مع ديجا مرزاق علواش سالو كوزان الوهراني والوهراني جوستمون شوفوا ان اكستري تاع غنية دارت سوكسي نشوفوا ليكستري ونسمعوا ليكستري ونهضروا على هذه التجربه السينماتوغرافيه الغنية هذه الناس كامل طلبتها قلت لك بلي نحب الراي المجتمع بصح مازال ما خرجتش وقلت لنا راح تخرج العام الجاي تخرج في العام نستناو عام دونك صحني لا باش نسمعوها باش نسمعوها فيرسيون ستوديو فيرسيون ستوديو في البوم الى اخره على بالي وين تروح يقولوها لك تقدر تجيب لنا هكذا مقطع صغير تاع الليل انا غنيته قبيله مع لا لا غنيه لنا هنايا في الحصه هلال الليلة هلال الليلة واش من ليلة واش من ليلة يا هاد الليلة ودموعي سيلة والقمرة ميلة والقمرة ميلة 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 والطبلة ميلة دونك تخرج العام الجاي شاركت في سينما بصح اون ديكالي كما نقولوا في لاكتيفيتي تاعك اون طونكو شونتور جامي جات فكره انك تشارك في السينما كممثل مثلت خطرا في فيلم بصح جامي خرج مازال ما خرجش واسمو لدام كوم اون انجلي مانتونو يل بوف فينير مع سالم ابراهيمي باش لا تعرفوا سي ان جون رياليزاتور دار ان فيلم على العشريه السوداء جوستومون على لا ديسيني نوار درناه في 2015 الى يومنا هذا مازال ما خرجش خرج غير في دي فيستيفال الى يو دي بري ميم في النابا اون ا يو ان بري في تونس في دبي في كندا في مونبوليي في فرنسا لا يو بلان بري في لي فيستيفال بصح مازال ما خرجش اون سال ما كاش ديستريبيوتور تما لعبت بريمير رول ومع لي نوردين ومع لي سالم كيفاش جات الفكره باش انت دير لا بوندانوس هو اللي عيط لي اون فيت عيط لي قال لي فوالا اسكو تقدر تكتب غنية على هذه الحكايه هذه باسكو الحكايه سي واحد مجاهد طلع للجبل ومن بعد كي حبط ولقى مرتو ميتة دونك بون سي حكايه وانت تغني في بدايه الفيلم وفي نهايه الفيلم اه سي سا ستادير الاغنيه هي اللي تعاود تفكروا في الحادث اللي بعثوا للجبل دونك سي انا بور موا سيتي ان تري تري بون اكسبيريونس باسكو تاني ما قاليش دير كاع الموسيقى تاع الفيلم قال لي دير غنيه دونك انت كي دير غنيه توبليجي تلخص دونك الحكايه كاع تاع الفيلم ما هي في الغنيه تي فوا غفلوني انا ودمروني على خطوات والدية والدنيا سي ستادير طريق الجهاد بصح اون فات ومن بعد كي راح يجاهد هو كي راح للجبل ورفد سلاح صحابو كذبوا عليه ما قالولوش بلي مرته ماتت وغتصبها واحد قاوري وجابت ولد والولد زيبلو وما شبهلوش وبورتون تسمى معتبر كولده وهاد الحكايه هذه صارت بزاف ما صراتش غير تسمى هذا الفيلم ويحكي على ظاهره كاينه في الثوره الجزائريه برك ما نهضروش عليها هذا ما كان الناس ما يهضروش عليها باسكو سي فري كو يا ريان دو غلوريفيون بصح ما كانش حرب اللي ما فيهش اغتصابات وما كانش حرب اللي ما فيهش هاد الظواهر طبعا نلحقوا للفقره الاخيره اللي هي لو دياغراما نعرضوا عليك بعض الصور في الشاشه وماذا بك تعطينا التعليق على كل صوره نبداو بالصوره الاولى يعني هي صوره ربما تهمك شخصيا باليش الشيخ باوي الشيخ كاتب ياسين الروائي والكاتب الكبير يعني سي سي ان مونستر دو لا ليتيراتور الجيريان مي سي ان سي سورتو ان بير بور يعني انت ما تشوفوش ككاتب سي نشوفو ككاتب يعني حتى ولو هو اسمه كاتب يعني تخلطت علينا المصطلحات تشوفو كأب كأب كروبير كأم تاني باسكو انا عشت مع بابا
عشت غير مع بابا، انا ما عشت مع بابا ويما. دونك هو اللي كان يطيب لي، هو اللي كان ينوض لي الصباح، هو اللي يجيب لي جيدورونج باش نحل عينيا، هو اللي فهمت شغل كان بزاف الحنان عند. واش مثلا الكلمه اللي كان يقولها كاتب ياسين لوليد، والكلمه اللي تشفى عليها؟ كون راجل، كون راجل، كون راجل ايتترا. شوفوا الصوره اللي بعدها. آه معطوب، معطوب الله يرحمه. الو ديرنييرمون درت انا اوماج لمعطوب جوستومون، غنيت بور لا بروميير فوا غنيت تروا شونسون القبايليه. مع انك انت ما تعرفش القبايلي. انا مانيش قبايلي، انا مانيش قبايلي، حنا دوريجين شاويه وشاويه معربين، انا الشاويه. وكي غنيت هاد اللي كيعرضوني لوماج تاع معطوب، ديجا ما كنتش حافظ وما نهدرش القبايليه، دونك حفظت. وكان عفسه فريقه ستني تاع الصح، كي رحت لعبت كانوا بزاف القبائل ومام تقديمين، مام لي زونسيان طلعوا بالورقه، طلعوا بالتكست، وانا طلعت هكذا، طلعت بلا تكست. تما كنت تقدر تعطينا جوست ان بتي كوبلي هكذا؟ افح الشاطب وفريد عاوني قمت نيطر دند شهر لهداك يتزيد تطفي تقدي تاسواسيات مصديد الخطر ريركيد سدر يتوهاد مغلي ما يخلق ذو جديد نون في وعدة ويات صقد وذيوقين القيد ما نسوس ما داغ محون نحزن من العيون السو ياس بوح روياس اي ملايون اثعبان زقوه مطاس سيوا وين تسرون. يعني معطوب في حياته ربما الى تي مارجيناليزي دوكا، يعني حتى دوكا باش عاودوا عطاولو ربما القيمة تاع الفنان. ديما الفنان يقتلوهم بعد يكرموه، ديما هكذا. او قالها مام الشيخ، قالها كيما تيسيخ الله يرحمه، قال لهم لي جون دو لا كولتور سون باسي دون لارد نو توي نو روندر هوماج انسويت. سي لا فيريتي، سي كوم سا. هذه ما يكرموش الفنان كيكون حي، كيكون حي يعطيوه الدق ومن بعد كيموت يقول لك تاعنا هذاك. وبياسين كيف كيف، وياسين كيف كيف، كي كان حي داروا له الروينه، داروا له بصح كيمات بيان سور. نقولوا عرجون. اه الصوره اللي بعدها كذلك دحمان. دي فوا يقولوا بلي عندك لو ميم تيمبر دو فوا. البحه، البحه من داك، البحه من داك انت بحبح. مي بون سي هو فريمون عنده بحه سبيسيال تاع، عنده بحه تاع بحريه فري شغل. بون انت بحبح، انا فات من داك انت بحبح، سي با دو ما فوت، ماشي بالعاني، ماشي تقليد ولا، سي فريمون تبحبح، دونك نغني بحبح. مي الموسيقى تاع دحمان باغ اكزومبل سي اوسي تري كونتيكستويل، باسكو دحمان وصل في واحد ليبوك وين كان الشعب يتقيل، كان العنقه مازالوا حي، كان مريزق، كانوا كاع هذوك لي زونسيان كانوا مازالهم لتم، وهو لحق بواحد السين، كانوا عمالقه للشعب، فوالا كانوا لتم شغل واقفين، وهما لي غارديان دو طومبل، هما اللي شادين العفسه. هو كي جا جاب لا شونسونات، لا شونسونات بصح يسي امبوزي. علاش؟ باسكو ديجا انسترومونتالمون سيد، سيد عنده موندول ينطقوا كاش اللعب يلعب، يقولوا بلي هو ومعطوب سي لي ميور في الموندول. Incroyable كيفاش يلعب الموندول والاحساس ثاني، ستادير سي ميم با، سي با لا فيتيس دي نوت ولا لا فيرتوزيتي، سي لا سنسيبيليتي، كيفاش يحط النوطات وكيفاش تحس بهم، ستادير يمد الوقت لكل نوطه باش تقيسك تضربك. وثاني لي تام تاعو شابين بزاف، سي لي تام تاع المحبه، تاع الغدر، تاع الصحب، تاع فهمت لاميتي، كاين بزاف افايس اللي يقيسوا الناس، فهمت. دونك كيلكو بار دحمان حتى الكلمات بسطهم، لانه كاين الكلمات في الشعبي اون فيت يعني كلمات تاع القرون الوسطى الواحد ما يفهمهمش، هو جاب كلام الناس كامل تفهمو. او سي اونكور بلوس كو سا، على بالك علاش؟ باسكو الشعبي مع الاول كيفاش كانوا يسميوه؟ على بالك كيفاش كانوا يسميوه؟ كانوا يسميوه المغربي. علاش كانوا يسميوه المغربي؟ باسكو سيتي القصايد من المغرب، باسكو القصايد كاع من المغرب والموسيقى من الجي، فهمت. دونك يادابتيو اللونغاج تاع المروك على فاسون الجيرواز، دونك كاين دي مو يتبدلوا، كاين دي برونونسياسيون يتبدلوا، باغ اكزومبل في عود ما يقولوا جزار يقولوا جزار، وهي رايحه. مي الكلام بقى شعر ملحون مغربي. دحمان الى ديزونكلافي هاد العفسه، رجع الشعبي بكلام استعمل الكلمات تاعنا، فوالا اكزاكتومون. اي سا سي اون فغي ريفولوسيون في الشعبي، باسكو ثاني قليل اللي شغل اللي جاه كوراج هكذا باش يقوم بن مسايم ولا يقوم دي زوتور قدم تاع 18 17 سيكل، الناس اللي كانوا يكتبوا واحد الشعر شغل فري، شغل الشعر تاع عامه هو يكتب، السيد عامه هو يتمحن باش، فهمت. دعوه مطروزه، دعوه مخيطه،
Donc c'était, il fallait avoir le courage, il fallait avoir l'hemma, il fallait avoir la qualité artistique pour faire ça. Donc Dhman, c'est la preuve qu'il ne faut pas avoir peur du renouveau. Il ne faut pas avoir peur du why-why ou de quoi que ce soit. Mais il faut que l'on soit en train d'avance. Nous avons une chose qui t'aime beaucoup. Je compte Shakira. Presque. Oh, Tolaïba. Alors, c'est une chose qui est très grande à Amazir. Je sais. Parce que, en fait, Houma, دارت البوز هما داروا لي قالب انا كي طلعت سلمت على قال جيري باسكو عطاوني ان بري بور لو فيلم اللي كنت نهضر لك عليه ومن بعد انا حكمت الميكرو ودرت ان بوام هضرت ان بوام وكانوا كاع السلطات تاعنا با قدامي كان معاهم طليبه بون طليبه كان مورايا مي كانوا كاع القدام وعطيتهم الحس عطيتهم الدق باسكو عطيتهم كلام حار مي هذاك الكلام حار ما جوزوش جوزو غير لا فوتو ونسلم على طليبه دونك سي فاسيل دو دير أو يسلم على طليبة ودنيا طليبة اللي تي فيزي بارتي دو جوري باغومي لو بخي سلمت عليه كوم نامبورت كال ما نعرفوش ماكش ما نعرفو على بالك قبل ما ترى هاد العفسة ومن بعد أنا توت فاسون جافي بريباري واحد الميساج دونك بديت نغني وكلنا على مايا ونغني وكلنا على ميزان نغني ونرفع كلامي هكذا قوا في تزيان ما خفنا حبل ولا شاقور ما خفنا مطرقة على سندان أيام الزمان ترجع بالنور والنوبة اليوم للجيعان والله ما نسمح في الجمهور حتى نعلمو كيف يثور فاعل ما فاعلون ما خفنا مطرقة على سيلون عطيتهم الدق حتى رشاو صافا والبوبليك يعاود معايا بصح هذيك ما وراوهاش دونك سي لا بروف تاني كو اون لين كاين بزاف لي ميديا يمانيبوليو يمانيبوليو لي زيماج يمانيبوليو اون فولي نيوير ا ليماج دو كاتب امازيغ بيان سور مي جو بو تو دير انا جلي كون جو سوي سورتي دو لا سال الناس يمو ريميرسي قالوا لي يعطيك الصحه عطيتهم الدق باسكو صح عطيتهم الدق صح نشوفوا الصوره الاخرى تاع لو ديابوراما اي فيدال فيدال الله يرحمه مسكين فيدال با فوالا ها رجال الماكسيم الماكسيمو نو مي شوف هذا سوزان بارغو راح شوف الفن في بلادو كيفاش راح شوف الفن في كوبا شوف كوبا تحكم زنيقه كيما الجزائر تلقاها مرويه الدعوه مخروبه الغاز طاير في السماء الماء محفور ما بيش واش دور أدروات غاليري دار دور أغوش إيكول دو دونس زيد دور أدروات جروب يلعب وين تروح كاين موسيقى مام الحيوط المدبالين الحيوط هذوك القدم معمرين بلي كولور باسكو لي زارتيست يزانفيستيس توت لو تو لي زيسباس اي سون بارتو دونك انت كان تو تبالاد على فان تو اي دون اون فيل كي ا موتي اون روين مي ا موتي ان تران فلورير افيك لار اي تو بو با اتر انسنسيبل ا سا باسكو سي ترو بويزون شغل تروح باغ اكزومبل كارتي تاع لا فاك فلا فان عباك وشنو تالمون لي كولور تبقى تنوم بهم كي تروح ترقد مازالك تنوم في هذيك العفسه ديك دي بورتون سي ريان سي جو دي بانتور مي وشنو كاين اون يا ان فوازونمون يا ان كانت فايب تحس بلي راك في الفن خو راك اي سي سي فريمون شعب مثقف تي فوا انا باغ اكزومبل واش عجبتني الحاجه اللي عجبتني في كوبا لا بروميير فوا اللي رحت في 2007 على ليبوك كنت مع واحد الطفله دونك رحنا مع بعض فوالا فواياج واخترت لقيت مع واحد الماسون وليت نقصر معاه وانا نحب تبنيت انا نحب الخدمه تاع الشانطي نحب نلبس الحيوط نحب الصباغه نحب لا ماسونري نحب هذا الخرابش دونك بديت نقصر معاه على لي تكنيك تاع البني والدنيا وهي شغل سي بون كرهت سمعت معنا نهضروا على البني قالت لي بون نحشر بمخيط وقلت لها راح نحشر بخرويط ولا حبيتي انا نقصر مع الماسون وبدينا نقصروا قال لي دي دون دي فيينيس قلت له سير خلي لينو وبدا قال ارخيليو قال لي بوم شوف جبد لي بومدين جبد لي المغرب محمد الخامس قال لي هما ما عندهمش لا ميم تراجيكتوار كيما نتوما تشابهوا لنا يعني واعي وناضج سياسيا يقول لك ماسون يديه بيوضه يديه بيوضه بالسيما السيد مقشر صافا بالصحه يعرف التاريخ يعرف التاريخ تاع بلاده وتاع البلدان الاخرين وعنده وعي يونيفرسال صافا يدير هذاك ماشي ما تقدرش تجي هكذا بنابورت كوا تكذب عليه وتحكي له ما باش تحكي له امبوسيبل ما تقدرش تحرفو السيد باسكو السيد il est trempé dans quelque chose de solide qui s'appelle l'ilm la culture et donc tahir kifash blad kima l'algérie بالدراهم اللي عندها بلا بلا لا ريشيس كولتوريل اللي كاينه بلا ريشيس ارتستيك اللي كاينه كيفاش هذا الفن ماهوش يبان وكيفاش هذا الفن قاعد يموت وكيفاش في هذه البلاد كاين دي بروغراماسيون غير في رمضان علاش كاين غير رمضان في العام ما كاش شعبان وما كاش ربيع الاول وما هذا هذا الكالندري هذاك لو بودكاستور اللي قال الفنان يحصل حقوق البلوز وين ايه تحصل لك بقلاوه كاع صح عطيتنا رايك في كثير من المواضيع دوكا نعكسوها ونشوفوا الجمهور رايو في كاتب امازيغ نشوفوا بعض الاراء وماذا بك تعلق لنا على هذه الاراء
بون نقولوا السلام عليكم. بون شرفوا بك على كل حال كمغني. أمازيغ كاتب شاف ليد جروب تاع قناوة ديفيزيون وليد كاتب ياسين معروف. عنده غنيات يعني لاباس بهم. نحبها بزاف يوم قلت لك الفون دو لا نوي. ليسبري افريكان ثاني شاب بزاف. نسيتو هذا ما نعرف. واش عجبني شعره ان توكا. Parmi les chanteurs, les gens les mlah في الجزائر parce que ما عندوش دما يفي شو لي كاسي لي تابو باسكو ما شو لي شو لي لي بغف يقول افايس لي يخمم فيهم ماشي غني يخاف ولا تشوفوا لي شو لي لي توجور ليبر ميم لي شونسون تاعو دي تريك اوريجينال كيما امبر ال ولا بلش كيما ليسبري افريكان تاع سون بير اللي عاودها. بيرسونالمون يعني عجبني هكذا امازيغ كاتب باسكو عنده دي شونسون هكذايا بيان منا ويخدم كاين دوكا دوكا وكاين كاين عنده بزاف دي شونسون شابين. يعطي الصحه يغني قناوي يغني حاجه في الشباب ونتمنوا له يغني حاجه مليحه كيما يقول لك يغني قناوي يغني في تراديكسيون الله يبارك ماشي كيما الغنات تاع دوكا الواي واي اسمع ما عنده حتى معنى وهذاك اوموا عنده كيما يقول لك ان ميساج يلحقوا البوبل اللي يفهموا هذا الدومان يعني سي با في اكسبري مي سي بيان سي بيان لقينا اللي هضر سي مالو الواي واي وقال لك ماشي كيما اللي ماشي كيما انا عمرك ما عمري ما قلت لك على كل حد ندير الواي واي مي سي واش تخمم في الجمهور تاعك او جو بونس باسكو انت بديت عندك 25 عام 25 سنه اللور نظن ماشي نفس الجمهور اللي كان يسمعك كيف في 1992 اللي هاو يسمعك دوكا بيان سور ديجا 92 حنا بدينا في فرنسا ما كانش عندنا جمهور فريمون الجيريان حتى خرجنا بريمير البوم في 96 باش دخلنا للجزائر ديجا الديسك دخل للجزائر ما مدخل شويه ونوار ما دخلش فريمون موزع كان سول موطو كان يتوزع الناس اللي كانوا يوزعوه ومن بعد دينا لي كونسيت لي كاسيت وقال لي سي دي وكانوا مازال ما بداوش كانوا سي يافي لي سي دي بصح هنايا دخلوا لي كاسيت مع الاول دخلوا لي كاسيت ومن بعد لا بروميير فوا لعبنا هنايا في الجزائر سيتي 99 لا بروميير فوا حطينا رجلنا اون طونك قناوة ديفيزيون هنايا سيتي في 99 دونك البوبليك تبدل بيان سور وميم ستادير لي بريوكوباسيون تاع الناس تبدلوا يعني شافي انا في لي زاني 90 كانت ليبوك تاع التيروريزم الدنيا كانوا دي بريوكوباسيون ماشي كيما تاع درك سيتي با لا ميم شوز كانت الحرية مقدسة فهمت يافي ان تروك وين الحريه كانت مقدسه ودوكا تحس باللي الحريه ولات ان ديتاي باسكو دخلوا في دماغ الناس باللي راكم سلكتورها راكم سلكتورها بالك تزيدوا تبوجيو ريحوا كيما راكم راكم ملاح باسكو كنت بوجي وراح يصرى لكم كيما ليبيا ويصرى لكم كيما تونس وبالك صح بالك صح مي سافي با ديري فو با تبوجي سافي با ديري فو با تخمم سافي با ديري فو با تهدر كلمه الحق Ça veut pas dire il faut pas dénoncer le manqueur. Ça veut pas dire il faut pas dénoncer le rechoua. Ça veut pas dire que les nazis s'arrêtent pour que tu puisses être tranquille. Non. L'Algérie, à l'époque, elle avait un... Quand Aoulaouia ou Hdokhra. Ben oui, quand il y avait un truc de survie. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à une journaliste de chez vous, Rbila Kounangasrou. Qu'est-ce que tu as en tant que chanteur engagé, est-ce que tu as encore envie de t'engager? Tout là, moi, je ne demande pas mieux que de m'engager, mais pour s'engager en tant qu'artiste, il faut s'engager auprès de gens. L'artiste ne fait pas tout. Il ne fait que donner du rayonnement à une cause. Mais tu ne peux pas faire la cause entière, tu ne peux pas tout faire. C'est le peuple qui doit faire. Et l'artiste, il peut appuyer. Il peut l'accompagner. Il peut accompagner, faire des concerts, communiquer, faire des choses, faire des émissions comme on est en train de faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu veux t'engager auprès de qui? Auprès de quoi? Il n'y a plus de mouvement. Il n'y a plus vraiment... Tu ne sens plus à déclarer ça. Makash Mujtama Madani. Makash, il n'y a plus vraiment de société civile. Tu le sens. Tu sens bien. Ok, va chez le... درجة وين ان بير دو فامي قتلوه على جال 200 دينار بلاصة تاع باركينغ هذا مجتمع جو سي با الطفلة في رمضان تجري ضربوها تروح تشكي الجدرمية يقولوا لها علاش جيتي تشكي علاش تجري سا سي با بوسيبل ما تقدرش شوف انت فهم لي حاجة حنا رانا يقولوا بلي حنا بلاد مسلمة داكور في القرآن واش يقول في القرآن القرآن يقول بلي في رمضان الناس اللي مراد الولاد صغار المرأة كي تكون حاملة ولا كي يكونوا عندها لي ريغل بيريوديك ما تصومش داكور دونك هاد الناس هادو اللي ما يصوموش في رمضان اللي عندهم الحق باش ما يصوموش وين ياكلوا وين راحوا يفطروا وين ياكلوا اللي خدام بار اكزومبل وين راح ياكل ياكل برا ولا ياكل في البيرو والناس يطيحوا عليه فهمت دونك
واش راهو يدير واش راهي دير هاد الدوله واش غتستنى هاد الدوله باش دير دي ليو في رمضان للناس اللي ما يقدروش يصوموا ودي ليو مستورين تي بوبليجي دير لي فيترينا وانا قاعد ناكل ستا كنت صايم نو دير ان ليو نورمال الناس خدامه و سا اكزيست دون بلان بي عرب كاين بلان بي مسلمان تروح للمروك لي زوتوروت بار اكزومبل في المروك لي زوتوروت في رمضان كاع لي زير دو توت محلولين باسكو راك على سفر تاكل ومام ربي يقول لك تاكل ما قالكش سي صوم ما قالكش سي صوم ما كايناش هذه في القران يقول لك راك على سفر ما تصومش عاودو غد من داك باسكو ما عندكش الوقت باش طيب فطورك ودير تاويلك فهمت سي تو سي لوجيك كيفاش انت مخلي سي دي بيتي ديتاي سي دي ديتاي مي سي با ان ديتاي كيفاش باسكو تو لي زون كل عام يصراو مشاكل في رمضان بين الجزائريين اللي ملحدين ولا اللي ماشي مدينين ولا اللي ماشي مسلمين ولا اللي ماشي صايمين ولا اللي مرضى والناس اللي مدينين ولا منافقين ثاني خاطر كاين بزاف المنافقين اللي لعبها مدين وصايم وما هو صايم ما والو بصح مع لاماس يولي كيما لاماس يبريفير يكون مع الحقاره كو مع المحقور فهمت اي سا سي با بون تما راك انت راك تبوسي المجتمع باش يولي في النزاع باش يدخل في النزاع ويخليك انت ترونكيل تخدم خدمتك سي سا انا هكذا نشوفها باسكو هي سي تري سامبل هي سي تري سامبل تو بران ان ريستوران تو لوفر في رمضان ديري دوات كحوله الا حبيت واحد ما يشوف الناس الناس تدخل تفطر تاكل اللي لازم ياكل ياكل اللي ما حبش ياكل يروح الجامع ولا يروح يصوم ولا يدير واش يحب يا خويا حنا رانا حرار ما تقدرش ندير انت مجتمع وتدخلو كاع في بواطه امبوسيبل ما كايناش هذه هذيك كاينه بصح بالنفاق صافي دير المجتمع الجزائري وي يلعبها داخل كاع في بواطه بصح كون تشوف كل واحد كيفاش راهو عايش تمرق بلي هذا المجتمع الاختلاف رحمه ايه سي صا الاختلاف رحمه فوت ثاني ريفليشير ان بو طيب باش نكملوا لاكтуаليتي وشنو هو جديد كاتب امازيغ جديد بان كاين شويه كتيبه كاين دي تيكست جدا يتكتبوا كاين تقريبا نحن ندخلوا ان ريبيتيسيون ا بارتير دو 20 سبتمبر نحن نخدموا نديروا ريزيدونس دونك جديد راح يبان بلوتو في هذيك لا بيريود باسكو مازال ما خدمناش مي ان توكا سي سا لي بروجي كاين الالبوم تاع قناوه اللي راه جاي العام الجاي اللي فيه هلال الليل اللي فيه هلال الليل و جوست ابري نورمالمون كاين ان البوم سولو بون جو بونس كو جو في ليسي ان بيتي لابس دو طون بين لي دو سورتي ابا تعاود تولي ان شاء الله تهضر على الالبوم الجديد افيك بليزير كاتب امازيغ شكرا صحه ميرسي عليك على الاجوبه شكرا شرفتنا بحضورك الله يستر قبل ما نختموا الحصه عندنا عاده دائما الضيف يخير غنيه اها يقول لنا واش من الغنيه هذه ويقول لنا علاش خيرها الور بو سي فري قلتها لي قبيله ومن بعد نسيت نخير غنيه Eh ben, Nkhir Gounia, Boris Vian, le déserteur. Voilà, Monsieur le Président, je vous écris une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. C'est une chanson d'un gars qui est appelé à l'armée et qui ne veut pas aller à l'armée. Donc il écrit une lettre au Président, mais c'est une lettre tranquille, hein, c'est une lettre gentille. Oukdema, Gounia, Monsieur le Président. Donc voilà, j'aimerais bien offrir ça aux téléspectateurs. Choukran, Jazil, merci. Inch'Allah, n'tlaqaou بعد ما يخرج l'album جديد تاعك. N'tlaqaou, avec plaisir. لحقنا إلى ختام هذا الحصة شكرا على حضوركم اللي يحب اللي ما شافهاش ولا شاف فيها النصبك يقدر يعاود يشوف الحصة كاملة على مواقع التواصل الاجتماعي تاع نو ميديا سواء على الفيسبوك أو على اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني نتلاقاو طبعا في الحصة القادمة مع ضيف جديد من هذاك الوقت هلا وفي رواحتكم سلام